ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم، من تحفة ميادين سباقات، من دانة الدنيا دبي. بالمرموم كل الانطلاقات والتحديات ضمن انطلاقتي، مهرجان سمو ولي عهد دبي. حفظك الله يا ابو راشد، في يومه الثاني ينطلق. تهانينا والناموس للفائزين برموزي هذا المساء، رموزي اول هذا المهرجان. نذكر بتسليم الرموز بعد نهاية شوطنا السابع. ننطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة الابكار شوطنا الخامس. اتمنى التوفيق لكل الاسماء الحاضرة. وعد على المركز الاول محمد بن سيف بن سالم الشامسي يتقدم على المركز الاول، يقدم وعد على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني المرعوش سالم بن سيف بن صالح العامري القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. محن القادمة محمد بن حمد بن عود العامري، والمركز الرابع نشبة القادمة سعيد بن عتيج بن عرطي قادم يقدم نشبة الحميري. في هذه اللحظات مباشرة إلى المركز الخامس والقادمة ضغط سالم بن سعيد بن سالم المحاربي قادم مقدما ضغط. مذيار ذلول الدار يا بن بدر يا العليلي علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يقدم مذيار. المركز السابع السابع القادمة بشعار سيف بن عبيد بن هلي يقدم بشاير القادمة. في هذه اللحظات وصلت هامة هامة راشد بن سالم لفيدة يقدم هامة وانطلاقات. هامة المركز الثامن الثامن نوف نادر بن سعيد بن صبحة العفاري قادم يقدم نوف. تابع المركز التاسع القادمة ندى، بحثت عن الندى في مساري هذا الشوط سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري. وشعر زومان شعر زومان قادم مع سيد هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري. من قدم زومان في الشوط المفتوح القعدان وذهب بالبندقية والتوقيت الأفضل لا زال مع زومان. 5:45 ست أجزاء من الثانية هو توقيته في المرموم وكذلك في الوثبة. أعود إلى المركز الأول إلى مذيار 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 على المركز الأول. علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يتقدم على المركز الأول يقدم مذيار. هام الفيدة يقدم هام القادمة على المركز الثاني. وين الموقع بنقول خلاص الكيد الأخير لمن خامس الأشواط في مساء هذه الليلة في مساء يوم الحقائق يوم المفاجآت والتحديات في عالم الأصايل. المركز الثالث هذه اللي وصلت هذه الوسمية الوسمية معظم بن محمد بن مانع اليامي القادم في هذه اللحظات. اليامي غير وبن بدر في معركة طاحنة في هذه اللحظات. لفيدة قادم لفيدة قادم بن سالمين بن سالمين قادم كذلك. ومن القادم القادمة في هذه اللحظات المنطلقة لكن عود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط. هامة على المركز الأول غيرت هامة غيرت هامة على الصدارة على المركز الأول. لفيدة راشد بن سالم بن حمد لفيدة المرية المرية روح بناموسي هذا الشوط قفل على الشوط مع هامة على المركز الأول هامة على الصدارة. تهانينا والناموس لمالك هامة لمالك هامة راشد بن سالم بن حمد لفيدة المرية. تهانينا والناموس لك على فوز هامة بالمركز الأول. المركز الثاني مذيار لعلي بن حميد بن سيف بن بدر العلي للمركز الثاني. شعار اليامي مع الوسمية المركز 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 الرابع المركز الرابع غلا
لراشد بن عبد الله المغرز المركز الخامس. المركز الخامس سيدة الهزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا. تهانينا وناموس لمالك هامة. وتوقيت الزمني 5:57 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك هامة راشد بن سالم بن حمد الفيدة المري. المركز الثاني 5:52.4 أجزاء من الثانية مذيار لعلي بن حميد بن سيد بن بدر العليلي. المركز الثالث نتابع مع التوقيت الوسمية لمعيض بن محمد بن مانع اليامي. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. 5:53.1 من الثانية والتوقيت المركز الثالث مع الوسمية. تهانينا وناموس للجميع.